واصل الزمالك نتائجه المخيبة للأمال في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل سلبياً أمام ساغرادا بطل أنغولا في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت في أنغولا ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات بالبطولة القارية، وهو التعادل الثاني للفارس الأبيض في البطولة بعدما تعادل إيجابياً بهدفين لمثلهما أمام بيترو أتلتيكو في القاهرة في الجولة الأولى. الزمالك وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه بعدما بات مهدداً بتوديع دوري المجموعات إذا فشل في تحقيق الفوز على الوداد المغربي في اللقاء المقرر له الأسبوع المقبل في الجولة الثالثة، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد نقطتين خلف بيترو أتلتيكو المتصدر بأربع نقاط والوداد الوصيف بثلاث نقاط، ويتذيل ساغرادا الترتيب بفارق الأهداف عن الزمالك. وفي البطولة ذاتها نجح الأهلي في العودة بنقطة التعادل من ملعب الهلال السوداني في افتتاح مبارياته بمرحلة المجموعات بعد تأجيل أولى مبارياته بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وأجبر الأهلي مضيفه على نتيجة التعادل بعدما نجح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في تعطيل كافة مفاتيح اللعب للفريق الهلالي. التعادل وضع الأهلي في المركز الثاني بنقطة واحدة خلف سان داونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد أربع نقاط من مبارتين.